إلى ذلك عبر مواطنو محافظة صلاح الدين عن شجبهم ورفضهم لاستهداف الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية، مجددين وقوفهم معه ومع المشروع الوطني الجامع لكل العراقيين. رئيس كتلة المحور أثبت جداره على كافة الأصعدة وخاصة أبو مازن وجمع شمل المحافظات وهو يمثلنا، واحنا كنا ويا ابو مازن ومخول عندنا ابو مازن واحنا نسانده واقفين وياه ونجب كل هذه المؤامرات والاقصاء السياسي. قرار وزاره الخزانه الامريكيه بفرض عقوبات على الزعيم الاستاذ احمد عبد الله عبد ابو مازن، واحنا نعتبر هذا استهداف سياسي، نرفض وندين مره اخرى ونقول كلا كلا لهذا القرار. اليوم نحن شباب محافظه صلاح الدين خرجنا بتظاهرة حاشدة نستنكر وندين قرار الخزانة الأمريكية التي طالت الدكتور أحمد عبد الله عبد. الدكتور أحمد عبد الله عبد رمز من رموز العراق وقائد شجاع وصاحب المواقف المشرفة وصاحب الإنسانية، فنحن شباب محافظة صلاح الدين نستنكر وندين هذا العمل الذي ونطالب الحكومة المركزية ودولة رئيس الوزراء والبرلمان العراقي باتخاذ قرار صارم بأسرع وقت وردا على هذا قرار الخزانة الأمريكية. هذا القرار الجائر ينبغي أن لا يستهدف هذه الرموز الوطنية، هذا الرمز الذي رفع اسم مدينته ورفع اسم عشائر محافظة صلاح الدين إلى أعلى ما يكون، وهذا الرمز ينبغي أن يكرم لا أن يعاقب وأن يفعل به هذا الأمر، وإنما يجب أن يكون زعيما وطنيا يحتذى به من كل المحافظات. أبو مازن راية ثابتة وعلم وسيف لكل المواطنين، وهو اللي أسس المحافظة، هو اللي بنى المحافظة، هو اللي يدي الخدمات لكل المواطنين. احنا كلنا فداء لأبو مازن.